كلمه عامل ومحطوط فيها فتحه راح قايلين ايه؟ نكره غير مقصود. انتوا عندكم قاعده هي حكم المنادى المضاف ليه المتكلم صح؟ يقول لك من القواعد اللي عندي او من الصور اللي عندي للمنادى المضاف ليه المتكلم اللي هي بتاعي يا عامل دي لو هضيفها للياء في قاعده منها ان انا بفدي للياء دي ايه؟ الف وافتح اللي قبلها واحذف الايه؟ الالف. يبقى روح المنادى دي ايه؟ نكره غير مقصوده ولا مضاف؟ لا ممكن تقولها تاني صح؟ ايه؟ ايه؟ احنا عندنا كتير اسئله. احنا عايزين اتنين هنا المفروض هات منها وخلص. ولا حاطين الالف نحط عليها التنوين.
خلي بالك برضه عشان ايه ما تقوليش ايه ده انا هلاقي تنوين. يعني هو لما يجي يقول لك ايه الفرق لما اجي اقول لك يا عامل وهنا حاطط ضمه؟ لا ما حطش ضمه. ولما يجي يقول لك يا عامل يا عامله نكره مشكله، ودي ما حطش عليها حاجه، ما حطش عليها تشكيل، فخلاص ده اصلا كده كده نكره غير مقصوده. تمام. وخلي بالكم برضو من حاجه، حته المنادى المضاف لما يكون مثنى او جمع، في قاعده عندكم يقول لك ايه لون المثنى ولون الجمع تحذف عند الاضافه. تحذف عند الايه؟ الاضافه. يعني ايه؟ يعني انا جيت قلت مثلا معلمون المعهد اقبله. تمام. لما اجي ادخل حرف النداء اقول ايه؟ يا معلمي، مش هقول يا معلمين، يا معلمي المعهد. السؤال زي ده بيجي في التصحيح، صحح، صوب الخطا، صوب الخطا. انا عندي النون لازم من احذفها، لون المثنى ولون الجمع تحذف عند الاضافه. تحذف عند الايه؟ الاضافه. لما اجي اقول لك يا طالب العلم بص كده، هو كده هيحصل لك تشكيل؟ هو عامل ده هي لا، لو هي بالشرط المضاف هتحط لك زي ما عملت لك كده. اه دي لازم لازم. اه ده هي الغلطه اللي وقع فيها الطلبه ان هو راح عامل ايه؟ حط الفتح، حط الفتح. تمام؟ عايز اقول ده مضاف منصوب على مضاف لا متكلم، مش انا دي سمعه لسه ما تسيبش مضاف، لا لا دي اتحذفت، مش اتحذفت بعدها الف، فتحت اللي قبلها، فتحت الالف، المضاف. المضاف قلنا اسم نسب لما بعد. برضو شيلي من ذهنك ان لازم يكون المضاف اليه اسم ظاهر، ممكن يكون المضاف اليه ضمير. لما اجي اقول يا اخي اقبل، هشيل لك المقصوده، تجيب الاخ لوحدها وادي الضمير، والضمير اعرف المعارف بعد لفظ الجلاله، فبالتالي انا عندي نكره وراها معرفه، يبقى انا منادى ايه؟ مضاف. وحكم المنادى المضاف النصب والتمثيل. التمثيل حته المنادى المضاف، اجي اقول لك مثلي المنادى المضاف منصوب وعلامه نصب القسم. وعايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه تاني؟ منادى مضاف منصوب وعلامة نصب القسم. يبقى المؤنث السالم يا فتيات الأزهر منصوب. هو الجمع المؤنث يا جماعة ركزوا، حتة علامات الإعراب بيلعب عليها حلو جدا. يا فتيات الأزهر هنا منادى منصوب وعلامة نصب القسم. طيب عندي المضاف وعندي الشبيه بالمضاف، وهنقارن بين المضاف والشبيه بالمضاف لان في بعض الطلبه بيحصل معاها لبس في الجزئيه دي. عندي رقم ثلاثه الشبيه بالمضاف. عندنا الشبيه بالمضاف يقول لك هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. الشبيه بالمضاف انا نتعلمه بقى في الصور كده، اما بيكون منون، ممكن يكون متصل بجر ومجرور، ممكن اللي جاي بعده منصوب، ممكن يكون اللي جاي بعده مرفوع. بمعنى ايه؟ لما اجي اقول في فرق، لما اقول يا طالبا علما اقبل،
يا طالب في المعهد أقبل، يا عظيما خلقه أقبل، يا قارئا كتابا أقبل. في فرق لما أقول يا طالب علما أقبل، ولما أقول يا طالب العلم أقبل. ده إيه؟ شبيه المضاف. يا حرف نداء مبني على محل من الأعراب، طالب منادى وعلما نعم. احنا بنشغل دماغنا في الجمله، خديها بالمعنى كده. هو طالب ايه؟ يعني العلم ده طالب ولا مطلوب؟ مطلوب، يعني وقع عليه الطلب. ايه اللي مطلوب؟ العلم. طيب يعني معنى كده الشبيه المضاف بيجي بعد دايما بيكون مفعول به منصوب؟ لا، مش شرط. يعني هنا ممكن يبقى فاعل، يعني مثلا لما اقول يا عظيما خلقه، عظيما ده منادى منصوب وخلقه فاعل. ايه اللي فعل العظمه؟ الخلق. تمام. طيب يا طالب في المعهد اقبل، يا حرف نداء، طالب منادى ماله؟ منادى ماله منصوب. ليه؟ لان نكره منصوبه. يا مستر ده مبني. لا، مبني في حاله واحده، لو قال لي يا طالب صح. لكن هو قال لي هنا ايه؟ يا طالب في المعهد اقبل. اتصل بشيء يتمم معناه. اتصل بشيء يتمم ايه؟ معناه. يبقى انا عندي نكره غير مقصوده، عندي مضاف، عندي شبيه بالمضاف. تاني، نكرة غير مقصودة، عندي مضاف، عندي شبيه بالمضاف. مستر تفضل. أنا مش فاهمة يعني يا طالب في المعهد أقبل. تفضل. مش فاهمة يعني المثال يا طالب في المعهد أقبل. إيه الفرق لما أقول يا طالب أقبل ولما أقول يا طالب في المعهد أقبل؟ ده كده مفروض. ليه؟ هو خلاص استقلت ذات. يا طالب أقبل، أي طالب بقى. بس أنت هنا قلت طالب معين، لأني ما قلتش يا طالب. ده هنا يا طالب أقبل ده نكرة مقصودة. لكن جه قال لي يا طالب في المعهد، يعني هو كمل لك المعنى بتاعه، هو مش هو عايز الطالب اللي في المعهد، يبقى ده شبيه بالمضاف. يبقى اتصل بشيء تمم معناه. أنا قلت لك طالب، بس يكون طالب منين؟ من المعهد، الحاجة اللي بتكمل معنى كلامه في المعهد، يبقى ده شبيه بالمضاف. تمام؟ صفة مشبهة بتعمل عمل الفعل، صح؟ ايه الحاجات اللي بتعمل عمل الفعل؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صفة مشبهة.